إذا متابعين قناة أشواق، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد مباشرة من مدينة الدار البيضاء. واحد الحادث اللي غريب، رجل مسن يعني دخل لواحد المبنى سكني حسب أقوال ديال الجيران، دخل بلاصة الأسانسور وطاح عليه. يعني كل شيء هنا مدور في هذه اللحظات، هذه وصلوا رجال الوقايه المدنيه والاسعاف وايضا رجال الامن السلطه المحليه. فكيف ما كتشوفوا يعني كاين واحد التجمر ديال واحد العدد كبير من الناس. فكيف ما كيقولوا بعض ديال الشهود انه الراجل رجل مسن يعني كيجمع كيف ما كيقولوا يعني انه عنده واحد الكروسه دخل لهذا المبنى السكني، فدخل نيشا البلاصه الاسانسور طاح عليه تمايا. ما عرفناش مازال شنو واقع عليه. ردوا البال ردوا البال، خاص الناس يردوا البال من الاسانسور. رجال الوقاية المدنية يعني كيجبدوا المعدات ديالهم باش يحاولوا يجبدوه من تحت الاسانسور. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا يعني رجال الوقايه المدنيه كيجبدوا المعدات اللي تعاونهم باش ينقذوا هذا السيد هذا. يعني حنايا هنايا في بين ساحه ماريشال ومارشي سنترال في مدينه الدار البيضاء، فيعني كاين واحد التجمر ديال واحد العدد كبير من الساكنه وايضا يعني رجال الامن والوقايه المدنيه. يعني هذا الحادث هذا اللي غريب وخطير ايضا، يعني فكنتمناو ليه السلامه، كنتمناو السلامه وكنتمناو يكون مازال على قيد الحياه يعني في هذا الحادث هذا خطير.
بحال تفرتك تفرتك أحمزة أشن شغل غير خرج غير يمشي يديو فرا غير يديو أحمزة غير دخلوا لامي القبيلة فرا غير يتردوها في الوصول أطلق ديو مخرج تخافش ما يعني مشاهدينا الكفا كيف ما كتشوفوا يعني في اللحظات رجال الوقايه المدنيه كيستعملوا بمنشار ديال الضوء باش يعتقوا هذا السيد هذا الا كان مازال على قيد الحياه فكنتمناو خير يعني كنتمناو هذا السيد يكون مازال على قيد الحياه رجال الوقايه المدنيه الداخل كيقوموا بالمجهودات ديالهم فنعاود نذكركم انه رجل مسن يعني عنده واحد الكروسة دخل لهذا المبنى السكني دخل لتحت البلاصه ديال لاسانسور فطاح عليه ما عرفناش يعني السبب كيفاش فطاح عليه لاسانسور في البلاصه يعني ما عرفنا السيد واش مازال على قيد الحياه ولا ميت فكنتمنوا خير
قطع عليه. لنا مشاهدي قناة أشواق لأننا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر تنشوفوا تطورات ديال هذه الحادثة.